بعد الانتصار الخالد الذي توج به اليمن في ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، كان لزاما على اليمنيين مواصلة السير في طريق التحرير وانتزاع الحرية التي ظلت مسلوبة لأكثر من 100 عام. ومن رحم سبتمبر الخالد ولدت ثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وجاءت استكمالاً لأهداف وأسس الثورتين في البلد الذي ظل شعبه لعقود رازحاً تحت وطأة الاستعمار والإمامة الكهنوتية. ثورة سبتمبر و 14 أكتوبر، الأم هي 26 سبتمبر والآية 14 أكتوبر، الأم 26 سبتمبر ما قالت 14 أكتوبر ولا لا؟ هذا هو الكلام، ها؟ لأن الأم الحقيقية 26 سبتمبر وناضلوا ناس كثير داخلها. شموخ الراية المنسوجة من دماء الشهداء وتطلعاتهم وهم يشعلون الثورة ليضيئوا وطناً أراد له الاحتلال البغيض والحكم الإمامي الغاشم أن يبقى ممزقاً، شموخ ظل مخلداً لتاريخ انتصرت فيه إرادة الشعب وحطمت أسطورة الاستعمار ومزق ليل الإمامة ببدايات تشابهت في عيبان وردفان. 6 أهداف ضيعوها، اللي راحت من أجلها رؤوس ضحايا راحت من أجلها، ضيعوها، أصبحنا كما كنا، يعني أجلنا اللي بعدنا بصبح في أسوأ الوضع زي ما نحن عليه. وكباقي محافظات الوطن الذي أعيدت وحدته تكريماً للثورة وتمجيداً لتضحيات الشهداء، تحتفل محافظة أبين بالذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر، والبلد غارق في أتون الصراع الساعي لتحطيم مجد الثورة والعودة إلى عهد ما قبل التحرير، تنفيذاً لمشاريع استعمارية جديدة يدرك الناس أهدافها لكن خطورتها تكمن في تبنيها لقضايا شعبية واستغلالها بما يعزز تواجدها، ما يعني هزيمة الثورة التي اشتعلت في وجه الاحتلال قبل أكثر من نصف قرن. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.